مدير الثقافه السيد عامر صاحب الجلاله على وجه التسنيد، السيد رئيس المجلس الاقليمي لتسنيد، السيد رئيس الجهه بالنيابه، الساده البرلمانيون والمنتخبون، الساده رؤساء مختلف المدن المغربيه الحاضره معنا، السيد عمدة مدينة طنبوكتو من جمهورية مالي الشقيقة، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد رئيس شبكة المدن المتوسطية وشبكة المدن العتيقة، السيد ممثل وزير سيادة وزارة السياحة، السادة الأساتذة الباحثون والمهندسون، السادة رجال ونساء الإعلام والصحافة، ضيوفنا الأكارم، حضرات السيدات والسادة، مرحبا بكم في جميعا في مدينة تيزنيت وفي هذا الملتقى الوطني للمدن الترابية العتيقة الذي تنظمه جماعتنا، وبهذه المدينة السلطانية ذات التاريخ العريق والحضارة التليدة. فأهلا ومرحبا بكم، وشكر الله لكم تشريفنا بحضوركم. وصراحة إن لساننا لا يعجز عن التعبير عن غامر سرورنا لتواجدكم بيننا. أعرني لسانا أيها الشعر للشكر، وإن تطق شكرا فلا كنت من شعري. أيها السيدات أيها السادة، اخترنا لهذا الملتقى شعار المدن العتيقة بين تقصير التراث ورهان التنمية. فخلال هذين اليومين سنعمل جميعا على متابعة العديد من الأنشطة الثقافية واللقاءات الفكرية والعروض التي نريدها مدخلا لتبادل الرؤى والتشاور في العديد من القضايا التي تعيشها هذه الأنسجة العمرانية العتيقة، وهي كما نعرف جميعا حاضنة لجزء هام ونفيس من تراثنا وحضارتنا. وجب أن نوظف كل الآليات الممكنة قصد النهوض به، وأن نوفر كل الظروف والشروط الكفيلة بتأهيله وإدماجه في مسار التنمية المنشودة. وإن مدينة تيزنيت وجماعتها انخرطت في هذا المشروع منذ مدة، وشاركت وتشارك في العديد من الملتقيات والندوات والورشات وطنيا ودوليا، وهي تريد من خلال هذا اللقاء الاستزادة وإغناء النقاش والحوار بين المدن العتيقة وكل الجهات والهيئات التي قدمت وتقدم الكثير لهذا المشروع الوطني الهام. ففي مدينتنا تيزنيت الكثير الكثير من المعالم والمآثر والرموز، وقد حظيت منذ سنة 1982 بمراسيم الترتيب في موقعها ومبانيها من السور الحسني والمشوار السعيد والقصر الخليفي والجامع الأعظم وقصبة أغناج والعين الزرقاء والزوايا وضريح الشيخ ماء العينين وسيدي عبد الرحمن والأبواب التقليدية والأزقة العتيقة والقصبات القديمة والفضاء الطبيعي لمنطقة دروة، ناهيك عن التراث اللامادي ونمط العيش وأشكال الفرجة والفنون والحرف الفضية والجلدية. إنه قليل من كثير مما تزخر به هذه المدينة، هذا فضلاً عن رصيدها فيما يخص انفتاحها وتعايش مختلف الأديان والحضارات بداخلها. ويتجلى هذا التعايش والتسامح الديني في ملاحيها وبيعتها وكنيستها، كما يتجلى في التأثيرات الإفريقية والأندلسية، طبعاً في انسجام تام مع المكونين العربي والأمازيغي. أيتها السيدات أيها السادة، مما يجب التأكيد عليه في هذا المقام هو أن المحافظة على التراث بشقيه المادي واللامادي هو مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا. ونقطة البداية في عملية المحافظة هي حماية وإنقاذ مدننا العتيقة، لأنها هي مستودع هذا التراث والحاضنة له. والمحافظة المقصودة هي المحافظة المندمجة التي تتبناها العديد من دول المعمور، والتي تعني حماية وإنقاذ التراث الثقافي، ولكن
مع تثمينه واستثماره في المجال الاقتصادي لخلق الثروة والقضاء على الفقر ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي. ولهذا جعلنا شعار هذه الندوة هو المدن العتيقة بين تقصير التراث ونهاية التنمية. نعم، إن تحقيق التنمية المستدامة هي الغاية في نهاية المطاف، وإن التراث الثقافي هو ثروة كاملة يجب العمل على تحويله إلى ثروة منتجة. ودول كثيرة استطاعت اليوم أن تجعل من تراثها رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. قبل ستينيات القرن الماضي كان الطابع الغالب على حركة السياح في العالم هو التسلية، وكانت وجهتهم الفضلى هي الشواطئ والمراكز التجارية ومختلف فضاءات التسوق والترفيه. غير أن العشرين سنة الماضية عرفت ظهور نوع جديد من السياحة هي السياحة الثقافية، لدرجة أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن أزيد من 65% مثلاً من السياح الذين يزورون فرنسا إنما يفعلون ذلك بغرض التعرف على معالمها الثقافية ومآثرها الحضارية ورموزها التاريخية ومتاحفها العامرة وقصورها الضخمة وحدائقها الغناء ومهرجاناتها الفنية. فقصر قديم مثلا لأحد مستشاري الملك لويس السادس عشر بمدينة فرنسية صغيرة هي مدينة نوق تم تطويره وتتمينه وإعادة الحياة إليه، فأصبح يستقطب للمدينة الصغيرة أزيد من 250 ألف سائح سنويا. هذا دون أن نذكر المعالم البارزة الكبيرة لباريس مثل كنيسة نوتردام دو باريس التي تستقطب 13 مليون سائح، وبرج إيفل الذي يستقطب 5 مليون سائح سنويا. ويمكن أن نستدل أيضا ببعض المدن الصغيرة بالبرتغال والتي تمكنت من حماية تراثها الثقافي وإدماجه كليا في الدورة الاقتصادية، فأصبح يشكل أحد الموارد الرئيسية لاقتصادها المحلي. هذا كله على سبيل الذكر للحصر. إنها فرصة تاريخية لمدننا التي لا تقل مؤهلاتها التراثية والثقافية عما هو موجود في فرنسا أو البرتغال أو تركيا أو إسبانيا أو غيرها من دول المعمور. أيتها السيدات، أيها السادة، انطلاقا من النداء الملكي السامي حول ضرورة السعي إلى تتمين الرأسمال الرمز اللامادي في خطاب العاشر سنة 2012، وإيمانا منا بهذه الثروة التي نمتلكها جميعا، بادرت مدينة تيزنيت إلى المصادقة على اتفاقية شاملة لتهيئة المدينة العتيقة بالتعاون مع شركائنا المؤسساتيين وهم وزارة السكنة وسياسة المدينة ووزارة الثقافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المديرية العامة للجماعات المحلية مجلس جياسوس مرسى المجلس الإقليمي بمبلغ يصل إلى حوالي 145 مليون درهم. وتشمل هذه الاتفاقية إصلاح وترميم البنايات الآيلة للسقوط، تهيئة مختلف الشوارع والأزقة، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء، ترميم السور الحسني، إصلاح وترميم المساجد والزوايا والأطرحة، تثمين واجهات الأسواق التقليدية. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل التشكرات إلى كل الجهات المساهمة معنا، وتقبل الله منهم حسن صنيعهم. وليس هناك أجمل ولا أفضل من أن يتوافق الجميع على حماية المدن العتيقة، لكون المحافظة على التراث ليست مهمة خاصة بالمنتخبين أو السلطات المحلية أو المثقفين، إنما هي مسؤولية الجميع وواجب على الجميع، لأن التراث مادة استراتيجية، أي إنها إذا فقدت فلن تتجدد مثلها مثل البترول. أيتها السيدات، أيها السادة، للمرة الألف أجدد لكم الترحاب، أجدد الترحاب بكم وأجدد الشكر لكم، ووفق الله جميعا لما فيه خير بلدنا في ظل قائد مسيرتها التنموية جلالة الملك محمد السادس نصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.